عليكم متابعي قناة مهران المعتصم. كيف نتخلص من مشكلة الأرداف أو كيف نتخلص من مشكلة السيلوليت؟ أوكي؟ حنبدأ في أول تمرين. كان حنجري لمدة 30 ثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 good jumping jacks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay good 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من الرابع ذراعين على الوسط بقدم القدم اليمين للامام وبنزل صدري مستقيم الجزء مستقيم ظهري مفروض واحد يسار قدام بنزل بنفس الطريقه الجزء مفروض صدري لفوق واحد اثنين ثلاثة فور فايف سكس سبعة 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 good job okay okay jump and squat 1 2 3 4 5 يعتمد على الأرجل هي اللي ترفعك لفوق لا تحن ظهرك للامام لا تحن ظهرك للامام صدرك لفوق ظهرك مفروض اعتمد على ارجلك جود جاب استمر تمام نايس نايس جود اوكي جود جاب رايت اليسار للخلف داون سكوات اليسار للخلف Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, تمام. ذراعين الأعلى. بجلس ناحية القدم اليمين. واطلع لفوق. بجلس ناحية الاتجاه اليسار. بعتمد على القدم هي اللي بترفعني هي اللي بتنزل وهي اللي بترفع اوكي الجزء اللي فوق لا حد ينزل صدره ولا حد ينزل ظهره اوكي وانا فوق الجزء المفروض صدري لفوق بعتمد على الاقدام بعتمد على ارجلي هي اللي ترفع هي اللي تنزل وهي اللي بترفع اوكي من وضعت الجلوس على اربع القدم اليمين بمرجح للخلف بضغط على العضلات الخلفية برجع الوسط اوكي لا بحطها لأسفل ولا بحطها لأعلى تمام القدم اليمين بمرجحها من الداخل لأعلى وبضغط على العضلات الخلفية بضغط على العضلات الخلفية وارجعها في نفس الوضع 1 2 3 ظهري ثابت ما في اي حركة الظهر ثابت ما فيه حركة طيب الظهر ثابت ما فيه حركة 1 2 3 مرجح القدم وضعها على العضلات الخلفية جود استمر نايس اوكي اليسار بنفس الطريقة بضغط على العضلات الخلفية لأعلى ظهر ثابت ما في أي حركة 2
3 4 5 6 7 8 good job. اوكي التمرين اللي بعده بركز على السايد، برفع قدمي اليمين لاعلى، بضغط لاعلى بحطها على الوسط، بضغط لاعلى بحطها على الوسط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 just side 1 2 3 4 5 6 7 اللي بعده نجلس على 4. القدم اليمين مفروده، وجه المشط للخارج من القدم، المشط الاسفل والقدم مفروده ومشدوده، وجه المشط للخارج، ادفع لاعلى نزلها على الوسط، ادفع لاعلى. 1 2 هذا بيعطيك العضلة النايمة يا شباب، بيتخلص لك من العضلة النايمة، مشاكل العضلة النايمة. 5 6 7 8 9 10 اوكي. كذلك اليسار نفس الطريقة، كذا مفروضة، وجه المشط للخارج، ادفع لاعلى نزل على الوسط، ادفع لاعلى. لكن بنرجع نعيد من الاول نفس التمرين من الاول، من الجري للجامبنج جاك في السكوات، هايتان من اول، هكررهم 3 جلسات. التمرين هذا كامل، هذا يعتبر جلسه اولى، اللي بعده هذه تعتبر جلسه ثانيه، واللي بعده يعتبر جلسه ثالثه، وكذا نكون خلصت التمرين. الاهداف مبروك عليك، الارجل بدون سيلوليت بدون اهداف. لازم تهتموا بالدايت يا شباب، اهم شيء انك تهتم بالدايت، اذا ما في دايت ما في نظام غذائي مظبوط ما حتحصل نتائج، او النتائج بتكون بسيطه، ما هذيك النتائج المرجوه. يعطيكم العافيه.